جنين علي. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. أخبارك؟ الحمد لله. ان شاء الله. يا هلا ومرحبا فيك في الغامبيا. شكرا جزيلا. You ready? يلا يلا. شلون كيف تقولون يلا بالغامبي؟ اه كان يدم. اتشا 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 كان يدم. اتشا هندي. انا جنين فؤاد بنسودة، اصلي مغربية بس مولودة في غامبيا، وراجعة بعد 15 سنة عشان ازور البلد. بعد فترة 15 سنة وما زرت غامبيا، بدأت شوية شوية أنسى غامبيا. فهذه الفرصة خلتني فعلا أتعرف على هذا البلد بشكل مختلف. My name is Lamin. I'm a tourist taxi driver. That's my job. I happy about to Ali coming here with this group to come in our country, Gambia. Because you people bring something which can move Gambia forward. كنا نتكلم عن الرحلة. كان علي حاب يفهم كل شيء ويشوف كل شيء، التاريخ والثقافة وقصة يعني العرب في غامبيا وشو جابهم لغامبيا. وأنا أصلاً بعد كان فرصة لإلي أني أعيد الرحلة اللي جابت أجدادي إلى هذا البلد الكريم. جدي أحمد محمد يوم من المغرب للتجارة. جدك أحمد اللي هو من؟ من طرف بابا، ومحمد من طرف ماما. وزوجاتهم؟ وزوجاتهم يبوهم معاهم بعد. طبعاً. إيه. سبحان الله. فهم كانوا يعني دائماً مع بعض، فعلى طول هذا البيت بيت أحمد وزبيدة من طرف بابا، بس أم ماما عايشة هي كانت يعني تقضي وايد وقت معهم حتى في البيت، فكانت تكون عندهم دائماً الغداء والعشاء، يا أما يكونون هنا يا أما يكونون هناك، ونحن نتابعهم. يا في هالبيت يا ذاك. ونكون نلعب هني وفي الحديقة هناك. أتذكر هالأشجار يعني سبحان الله كبروا معايا يعني فعلا هالأشجار. ما تغير البيت؟ ما تغير، نفسه نفسه سبحان الله. تفضل تعال نشوف داخل البيت. والله كانت لحظة رائعة، very emotional أصلا for me. كانت أول مرة أرجع لبيت جدتي بعد ما توفت الله يرحمها، ولقيت كل شيء مثل ما كان. سبحان الله، الغرف، الأثاث، كل شيء في البيت مثل ما كان. فوقت ما دخلت البيت لقيت في راسي أني أنا شايفة جدتي وشايفة كل اللي كانوا هناك يعني من قبل، واللحظات الحلوة اللي قضيناها مع بعض، فكأني عشت مرة واحدة أيام يعني my childhood and my youth، كأن I was there again. كانت عظيمة. هذه زبيدة جدتي، زبيدة بنت سودة في الحاج. الله يرحمها. زبيدة. أنت تسموها؟ احنا نسميها زبيدة. 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 ايه. وها هي مع زوجها جدي أحمد بن سودة. الله يرحمها. الله يرحمهم. وها بسيدي. بن سيدي. بسيدي. بسيدي. من طرف هي من طرف بابا كمان أبو أب أحمد بن سودة. احنا نسميه بسيدي. الجد جد ال. يعني أبو الجد. أبو الجد. أبو الجد أي. أبو الجد. ما شاء الله تبارك الرحمن. تذكرين هني يعني؟ أي طبعاً. نفس أكيد. العفش. نفسها ما غيروا شيء العائلة. ماما زبيدة توفت قبل 5 سنين أي.
آه زين. هذا ابني عزيز. آه ما شاء الله. بس لما كان عمره 4. ما شاء الله. حبيبي. وهذا أحمد بن سودة بعد مرة ثانية. جدك هذا. أي هذا جدي. مالك البيت وهو اللي جاء مع جدي من طرف ماما. اجوا مع بعض على غامبيا وسيراليون وموريتانيا طبعا للتجاره ان شاء الله. واستقروا هني وبنوا البيوت وبعدين يعني ناس ثاني من العائله وهم بعد استقروا هني عشان شيء عائلتنا من اول العرب اللي استقروا في غامبيا. الحين يعني انت يعني طبعا انت بس انا فكرتكم عايشين في الامارات فتره طويله ولا انا مخطئ؟ اي صح من طرف ابوي هو لان ابوي كان اول يدرس في امريكا. أوكي. هو وماما في نيويورك وبعدين هم تعرفوا على واحد في الجامعه اسمه محمد المر. اوكي. اي تعرفوا عليه وهو اللي عطاهم فكره الامارات العربيه المتحده اول مره اصلا كانوا يسمعون عن الامارات. الله. فهم من فتره طويله لانه كانوا مهتمين في ان اولادهم يتعلمون طبعا الاسلام والعربي. فهم اختاروا انه بدلا انهم يرجعوا لغامبيا انهم ياخذوا عائلتهم ويستقروا في الامارات. وين قعدتوا في الامارات؟ في دبي. في دبي. اي فسبحان الله يعني سنه 78 78 قبل ما انا انولد. اي سبحان الله. يا الله من 78 وبعد ذلك طبعا جداتي كانوا بعدهم في غامبيا فكانوا كل سنه في الصيف يودونا على غامبيا عشان نتعرف عليهم عشان نشوف الاهل. فاحنا طيب انتوا لما كنتوا تسافرون كنتوا تشوفون عماركم من رايحين لبلدنا غامبيا يعني كنا يعني شويه ميكس اب الامارات وهني ميكس اب لانه يوم كنا وبعد كان في المغرب فكنا نمشي احيانا على المغرب نشوف اهلنا هناك وبعدين على غامبيا ونشوف يعني جداتنا هني وفي فاذا انت اللغه اللي تتكلمينها هذا ما درستيها انت يو بيكت ات اب يعني انت تعلمتيها كذي؟ والله انا مش حتى عارفه ولا فاهمه كيف تعلمت والله. حلوه شبي بس غرسوها في عقلك. معقوله؟ واضح ما شاء الله من بدايه الدرب هذا ان عائله بن سوده لها تاثير كبير هنا في غامبيا. وانا اي كانوت ويت يعني اتوق لاتعرف اكثر. يلا نتعرف. Fatou Bin Souda? Yeah. And the family of Bin Souda in Gambia? Yeah. What do you know about them? They are very, very good people in the Gambia, in our society. They are among the best families in the country because of they are supporting local people. How they support local people? They make the projects like Seashell, many Gambian people are working there. They got their salary there, make living easy to their family. If you go to Coco Ozone, about 600 and something Gambian people working there under Bin Souda. Okay, things easy on government. I see. So if somebody wants to come make a business here, yeah, at least they have to show the respect and support for the community, yeah, by offering jobs. Yeah. People doing all those things, they are very, very good in our society here. Sure. We don't have any regret for them, their business in Gambia. Because when somebody is helping your people, you have to glad on him. You have to glad on him. السلام عليكم. السلام عليكم. نعنده. الحمد لله. نعنده. 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 نعنده.
appreciate it. Thanks for having us. Beautiful house. Assalamu alaikum. How are you? What's your name? Pear. Allah, lovely name. How was basketball? It's fine. It's good? Yeah. You play good? Yeah. Oh, nice. You are a writer or a left hand? Right hand. Who's your favorite player? Of course, wow. But do you remember Michael Jordan? I forgot Michael Jordan. It's too long a time ago. How are you? Thank you. Good to see you. You too. Long time, huh? I know. Did you know my grandfather? Really? Yeah. You knew him? We used to buy this Moroccan, well, not me, but my father. Yeah, the first. The Marrakesh, the shoes. Yes. We call them Dubal Talon. Dubal, well. Yes. Wow. The gowns, yeah. Marrakesh. Yeah, it's a small place. So that's young, young, very young. Yeah. We grew up in the house. Yeah. You see, all those brass was given to me by her grandma. Masha. She used to bring brass from Morocco and sells in her shop in Banjo. It's amazing. And our parents, our great-grandparents, they were just one big family. Yeah. One big family. Her family were some of the first Arabs who came here, and they stayed. So. Did you know Arabs before, or you knew Arab culture from them? Like, how did you come across to know about Arabs? Well, I am sure, like our grandparents, they knew because those people were coming, the Arabs were coming in. Yes. And some to trade and do other things. Trade. But also for some, because of the fact that they wanted to be landed in Arabic script, in Islam, in Sharia, and so on. Yes. Some, but a few, did travel. We travel to Morocco, to Syria, to other places. Wow! So really, it's as I said, it's one big family. So her family to you, they were like Gambians. They're Gambians, they're Gambians. They are Gambians. Of course. We know Suhail, and you know. Yeah, every weekend. Oh yes. I used to go to the house. Yes, and did the whole day. Honestly, I was in the same class. Honestly, beautiful. Same. Nice. And also, I tell you one thing. Just like I'm sure you've realized this, we Gambians generally, and I'm not saying only Gambians as Gambians, yeah, I understand. Them, we are open. We are very open. Of course, I felt our that. Our doors are always open. Absolutely. Yeah. I really think. Honestly. Ali, I want to show you this very famous street, Senegambia. You know why it's important? It's called Senegambia? Hey, Senegambia, yes. Senegal, Gambia. There's something special here. What? If you look on your left. Oh my God. Hey, Mahal Anti, Wedad. Mahal Anti, hey. Hadkum Mahal? Hey. Hello. Wedad. Assalamu alaikum. Hello, Habibti. We're on camera, live. 7 million people watching you right now. Alhamdulillah. All tamam, inshallah. I have to say, this is probably the most like highlighted shop in the whole area. Yes. Like, you know, when you see it, you go like, this doesn't belong to here, but you've been here 32 years. Yes. So what makes this store so special? Well, we started out in Banjul, and we started little like everybody else, and we grew towards the demand of the consumers. But it is very special because we are the only ones who can actually say, prove to have the best quality of goods, and to actually have price control, so everybody else that is dealing with fashion can actually stick to our own prices. So we have had a great influence in the fashion. We have to shop for our market, and but it's not so different, because women can be very easy, they can be very cool. Really? Oh my God, Mrs. Come on. So depending, and of course in this part of the world you have to choose more colorful stuff. And so it cannot be too conservative, so you have to be a little bit bolder and louder. Is it louder. Shiny? Like it has shiny and louder and bolder, and which in the Arab world is probably too loud. Okay. So we have to source our market for all these things, and we have to always tell them this is for West Africa.
If somebody wants to actually come now with their own products into Gambia, would they face any challenges in trading, in the port? Would the government tells them no, yes, what could come in, what could, you know? What would you rate it, the experience, compared with other, you know, with other places in the world? You can bring a lot of stuff that you don't need to actually have an okay with, because the market is so huge. A lot of the products that come to the Gambia are re-exported to the West African coast, you know, to actually, Senegal and to all those Mom areas. Mom and Dad, my parents used to import from Dubai and from the UAE to Gambia and sell, remember, materials and clothes and all kinds of goods from the UAE, and they used to sell it here. Yes. So bringing items and this will not be really a problem. Yeah. There is a system that they have to follow, and that's it. There you go, it's an invitation for all of you. دعوة للجميع. من يريد أن يبدأ بتجارة معينة مع غامبيا يستطيع. وقد تكون بوابة السيدة وداد هي البوابة الحقيقية لانتشار المنتجات في هذا البلد الجميل. Beautiful. Let's have a beautiful tour and see what we're gonna pick from this store. هيا بنا. So 700 دلسي يعني كم بالدولار؟ يعني تقريبا 80 ولا 90 درهم. 80 درهم. مانين درهم. And they all leather. Beautiful. All leather. تقريبا اللي راح يشتري هذه المنتجات بهذا السعر تقريبا هو البيبي. Those people who's gonna afford this تقريبا here in Gambia. They are Gambians. It would be government employees ولا. It would be sort of you know, in Gambia, you know, we only have two classes. We have we call it the rich, but I would say middle class, not the rich, okay. And then the very poor. But it will be in between the two. Oh, they can afford such a thing. Okay. In between the two, they can afford it. Beautiful. Because the prices are so good, and then it's very important with footwear. Our roads are not so good, as you can see. There's a lot of sand. Okay. So you have to have good footwear to be able to sustain the durability of the inner shoe. Beautiful. That's also very important. All right. Thank you so much for coming. Bye bye. أنا بصراحة ما أعرف كيف أقدر يعني أعبر عن فخري واعتزازي عندما أقابل إخواننا وخواتنا العرب حول العالم ولديهم مشاريع تجارية ناجحة جدا، بل إني أسعد أكثر كل ما سمعت من الآخرين من أهل البلد الأصليين عندما يذكرون هؤلاء العرب ويقول لك السيدة وداد والبزنس مالها جدا ناجح وجميل وهي تعيننا كثيرا وتفتح مجال للغامبيين أن يعملوا في محلها. وفعلا لما دخلنا المحل وجدنا بأن كل من يعمل هم من غامبيا. رسالة مهمة لمن يسافر حول العالم ويعيش في دول مختلفة عنهم، مدى اهتمامك بالبلد نفسه وتقديرك للشعب وتقديرك لثقافته ومنح الفرص لأهل أن يعملوا في هذا البزنس أو في هذا المشروع هو دليل واقعي وحقيقي على محبتك وتقديرك لهذا الوطن اللي أنت تعيش فيه اللي تعتبره الآن أنت وطنك. So tell me now, Ms. Fawzia. Now, am I saying your name correct? Because I know it is actually Fawzia. Fawzia in the Middle East. Yeah. But is it in Moroccan or is it in French Morocco or is it? Morocco is Fawzia. Fawzia. Okay. Yeah. So am I saying right? Fawzia. Yeah. I hope. Yes. So Mrs. Fawzia, when I think about doing business overseas, the first question that comes to my mind is,
هل أصلاً الناس the people would actually accept a foreigner to come and how am I going to deal with them and mashallah all of your own employees seems that they are from Gambia. Yeah. What are the challenges or how would you say that you found the relationship with them? Well, because my family have been here for so many years, we sort of semi grew up here. Beautiful. So I speak the local dialect. So they see me as one of them, really, as a local. So you agree that knowing the mother language of this land helps of any place always helps better. And knowing that the family has been here for years and years. Of course. سيدة فيزية أيضا شقيقة السيدة وداد وأيضا عمة الأخ جنين لديها مشروع ناجح أيضا هنا في غامبيا في مطعم ومطعم اسمه سيشلز وبصراحة وأنا أرى هذه الأمر أو هي تعمل وراء هذه الأمر وهي تعمل ولديهم أبناء أيضا يعملون ولديهم مشاريع أخرى قاعد تقول يا أخي والله رجعونا إلى أمجاد العرب التي كنا فقط نقرأ عنها أو نسمع عنها أن العرب كانوا يسافروا حول العالم وينشروا الثقافة وكانوا في التجارة ومن مكان إلى مكان وهكذا انتشر الدين وانتشرت اللغة العربية وثقافتها حول العالم واليوم نلامس هذا الأمر نلامسه هنا في غامبيا من خلال من؟ من خلال هذه الأسر والعائلات التي قابلناها في غامبيا يعني أتمنى من كل قلبي أن الجميع يرفع إيده إلى السماء ويدعو بأن الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من هذه الأسر والعائلات العربية التي اتخذت من هذه البلدان العالمية موطنا لها منها رزقة ومنها مستقبل للأبناء لأبنائهم ومنها أيضا أمن وأمان لحياتهم لمستقبلهم ولكن أيضا لنشر الثقافة العربية بتواجدنا وببحثنا عن العرب كنا نقول ما شاء الله نسمع دائما عن العرب وعن اللبنانيين وعن المغاربة وعن عائلة بن سودة فقلنا يا جماعة احنا قابلنا عائلة بن سودة ولدينا أختنا جنين وعماتها وعمها وكل من يعيشون في غامبيا طيب أين اللبنانيين وفجأة لقيناهم قريبين جدا من أحد المحلات أيضا المشاريع التي تتبع إلى السيدة وداد أو إلى ابنها نوجه لها التحية اللي استضافنا عنده وفجأة نرى عائلة لبنانية موجودة على بجانب الكوفي شوب اللي نحن كنا فيه وإذا بهم يرحبون بنا وقهوونا وكان هذا اللقاء شو اللي وصلكم إلى غامبيا؟ والله نحن خلقنا بالسنغال. بالسنغال؟ ما شاء الله. بالسنغال وعمي بغامبيا كنا نيجي زيارة حبينا غامبيا وضلينا بغامبيا. جميل. ونصيبنا. كويسة غامبيا؟ والله كويسة كتير وشعبه كتير كويس والحمد لله. طيب. بلد أمان كتير. أمان. شعبه كتير طيب. الله. الحمد لله. كلنا مرتاحين. أهلي كانوا بالليبيريا. أوكي. وقت الحرب كمان نزلنا على لبنان. كفيت علمي كفيت جامعتي طبعا بدي ارجع على افريقيا تعودنا عليها بلد بي كان بافريقيا من زمان سبحان الله فكان عندي قرايب هون بغامبيا قالوا لي نطلع شوف جيت لهون وعجبتني البلد وبلشنا اللبنانيين الخلقانين وعايشين بافريقيا صعب كثير يعيشوا صعب خلاص وجود العرب وجود العرب في العالم أي كنت أنت مسيحي كنت يهودي كنت مسلم شو كانت طائفتك لا يهم أنت قاعد تحمل ثقافة معينة هذه الثقافة هي جزء منها اللغة العربية والجميل في الأمر أن الآن أنا أستطيع أن أقول بأن الأخوة في لبنان الأخوة في المغرب العربي الكبير الأخوة في بعض البلدان العربية إنه هؤلاء هم اللي بقوا على اسم العرب في العالم Thank you من القلب شكرا لكم شكرا لك واتمنى لكم كل التوفيق والله تسلم ودعوه للجميع بان اتمنى من كل قلبي ان غامبيا تكون في مخططاتكم القادمه انكم تزوروها ضروري جدا لان بلد يستحق بكل امانه نلقاكم ان شاء الله في درب ملهم قادم مع السلامه قبل حتى إلى هنا بدت الحكاية وتلاقت الأرواح فينا فطرة نحيا لغاية لنكمل كان يا ما كان نمضي دروبا حبنا عنوان
وجهتنا من قلبي.